ولد عبد الفتاح القصري في 15 أبريل من عام 1905، وتوفي في 8 مارس من عام 64، وولد بمدينة الجمالية لعائلة ثرية تتاجر في الذهب، وكان يتلقى تعليمه بمدرسة الفرير الفرنسية. عاشق التمثيل منذ صغره، وتبناه النجم نجيب الريحاني، وطلب منه التفرغ للفن، مما أدى لنشوب الخلاف بين الفنان الكبير عبد الفتاح القصري وبين والده حين أصغر رغبته في العمل بالتمثيل، وهو ما جعل الأب يوافق على العمل الأسري بالفن مقابل حرمانه من الميراث، فلم يكن هذا إلا دافعا، حيث حقق نجاحا هائلا على خشبة المسرح، دفع المنتجين والمخرجين للبحث عنه والتعاقد معه للمشاركة في الأفلام السينمائية. انضم عبد الفتاح الأسري لفرقة جورج أبيض المسرحية، وفي إحدى العروض كان يقدم مشهدا تراجيديا، إلا أن الجمهور ظل يضحك. وفي الكواليس وبخه جورج أبيض وصفعه على وجهه وطرده من الفرقة، بعدما رد عليه قائلا: بحب أضحك الناس، هو أنا لازم أبكيهم؟ وتداولت الصحف ما حدث في كواليس مسرح جورج أبيض وما قاله له الممثل الشاب ليطلب النجم الكبير نجيب الريحاني من مدير مسرحه أن يحضر له هذا الممثل بأي شكل. وبالفعل انضم لمسرح الريحاني عام 26 لتصبح هذه هي الانطلاقة الحقيقية للأسري، وقدم معه عدد من العروض المسرحية أهمها البنديرة والجنيه المصري. دي صورة نادرة لي مع الممثل القدير نجيب الريحاني، وهنا في أحد أعماله مع زينات صدقي. ظل حلم الإنجاب يراود الأسري ولم يشغله عنه تألقه ونجاحه ونجوميته، وبعد زواجه للمرة الثالثة أيقن أن هذا الحلم لن يتحقق، ففكر في تبني طفل، وهي الفكرة التي رفضتها زوجته الثالثة، ولكنه في أحد الأيام رأى طفلا في الثانية عشرة ينام في محل البقال المجاور له، وعندما سأل البقال عرف أنه يتيم ليس له أهل، فأشفق الأسري على الطفل من البرد والشارع وأخذوا إلى بيته ليرعاه ويكون ابنه بالتبني، وهو ما رفضته زوجته وتركت المنزل، وتطورت المشكلات بينهما حتى طلقها. وفي عام 1958 وأثناء مشاركة الأسري في مسرحية عايز أحب، وصله خبر وفاة شقيقه محمد، فتحامل على نفسه حتى أكمل الفصل الثالث ثم انهار في البكاء، وبعد دفن شقيقه تدهورت حالته ودخل المستشفى. في المستشفى اتعرف على إحدى الممرضات التي شملته بعاطفها وتعلق بها رغم أنها تصغره بسنوات كثيرة، وأبدت له هذه الممرضة مشاعر الحب، وبعدما تماثل للشفاء تزوجها ليكتب بهذه الزيجة نهايته المأساوية. أيام سعادة قليلة عاشها الأسري مع زوجته الرابعة الشابة، حتى أقنعته بأن يكتب لها كل أملاكه بحجة خوفها من أسرته إذا ما أصابه مكروه، وبعدها تغيرت معاملتها له، وبدأ يشعر بأن هناك علاقة مريبة تربطها بابنه بالتبني، وازداد شكه حتى تأثرت صحته. كان الأسري يشارك في مسرحية الحبيب المضروب عام 62 مع إسماعيل ياسين وتحية كاريوكا وستيفان روستي، وأثناء أداء دوره فقد بصره وصرخ على المسرح قائلا: الحقوني أنا مش شايف. فظن إسماعيل ياسين أنه يرتجل كعادته، فإذا بالأسر يقول: أنا مش شايف قدامي، أنا عميت. ظن الجمهور أن هذا الحوار جزء من المسرحية، فتعالت ضحكاته، بينما أدرك إسماعيل ياسين ما أصاب صديقه فأمسك بيده لخارج خشبة المسرح وأغلق الستارة، لتكون هذه آخر مرة يقف فيها الأسري على المسرح ويعيش بعدها في ظلام يشبه الأيام التي عاشها بعد ذلك حتى وفاته. انخرطت التحية بالكاريوكا في البكاء، وحاول إسماعيل ياسين تهدئته واصطحبوه للمستشفى، وعرفوا أنه فقد البصر بسبب ارتفاع السكر. طلب الأسري من زملائه إحضار شقيقته بهية أقرب إخواته إليه، والتي ظلت على تواصل معه حتى خلال فترة انفصاله عن أسرته، فاصطحبته إلى منزله حيث أساءت زوجته معاملتها لإبعادها عنه،
بينما ظل الأسري أسيرا في بيته الذي تنازل عنه لزوجته، وعاملته الزوجة أسوأ معاملة. وعن هذه الفترة قالت ابنة شقيقه: حبسته زوجته في بدروم الفيلا وأساءت معاملته بعدما استولت على أملاكه، مما أدى لتدهور حالته وعجلت بنهايته. وأجابت نجلاء الأسري ابنة شقيق عبد الفتاح الأسري عن سؤال طرحه محرر اليوم السابع عليها، متعجبا من عدم سؤال باقي أفراد أسرته عليه. خلال هذه الفترة المأساوية لإنقاذه من زوجته، قائلة: إخواته الاتنين ماتوا قبله، والدي مات قبل أن يكمل سن 48 سنة، كان عمري وقتها 3 سنوات، وبعده مات عمي حسن. لذلك صالت وجالت الزوجة الخائنة، لأنه لم يكن هناك أحد يقف إلى جواره في محنته، وأولاد إخواته كانوا صغيرين ومحدش يعرفه، وكانت عمتي بهية أقرب إليه، وهي التي كانت ترعاه في أواخر أيامه، ولكن كانت حالتها المادية ضعيفة. وعن هذه الفترة كتبت مجلة الكواكب في 17 مارس 64 أجبرته زوجته الشابة على تطليقها، واتجوزت من صبي البقال الذي كان يرعاه الأسري لمدة 15 سنة. ليس هذا فحسب، بل أجبرته على أن يوقع شاهدا على هذا الزواج، وقام الزوجان في الشقة معاه، فكانت النتيجة أن فقد عقله وأصيب بالهذيان. حبسته طليقته ومنعت عنه الطعام، وعاش ذليلا في بيته يستجدي المارة من شباك غرفته، حتى فضحتها الصورة نشرتها جريدة الجمهورية في 24 يناير 64، وكتبت ساعتها عن مأساته. فأسرعت ميري منيب ونجوى سالم لزيارته بصحبتهما الصحفي محمد دوارة، كما أشار سعيد الشحات في مقاله ذات يوم. ولم تسمح لهم الزوجة بالدخول إليه إلا بعد معاناة، وكانت الصدمة اللي أبكتهم أنه لم يتعرف عليهما بعدما أصيب بفقدان الذاكرة. فاصطحبته ميري منيب ونجوى سالم لمستشفى الدمرداش، وعرف أنه أصيب بفقدان الذاكرة والهذيان نتيجة تصلب الشرايين. مأساة. وقضى الأسري عدة أسابيع في المستشفى، خرج بعدها لتكتمل مأساته، حيث أغلقت مصلحة التنظيم منزله ووضعت عليه الشمع الأحمر تمهيدا لإزالته، وباعت طليقته الأساس وهربت مع زوجها الجديد ليصبح الأسري بلا مأوى. قادت ميري منيب ونجوى سالم حملة تبرع لإنقاذ الأسري من التشرد، وتوسطت نجوى سالم لدى محافظ القاهرة لتخصيص شقة له في مساكن المحافظة، وخصصت له نقابة الممثلين إعانة شهرية قدرها 10 جنيه، ونشرت جريدة الجمهورية اسم كل فنان والمبلغ اللي اتبرع بيه على صفحتها. يا حول الله يا رب. عاش عبد الفتاح الأسري أيامه الأخيرة في هذه الشقة مع شقيقته بهية، ولم تمضى سوى أيام قليلة حتى صارت روحه إلى بارئها في 8 مارس 64. ربنا أرحم من الناس بعد حياة حافلة بالفن والضحك والقهر والظلم والحزن، وأنفقت باقي التبرعات على جنازته، ولم يحضر جنازته سوى عدد قليل من المشيعين لا يتجاوز 6 أفراد، هم شقيقته بهية والفنانة نجوى سالم وجيرانه قدر المنجد وسعيد عسكري الشرطة وآخر حلاق وصديقه الترزي. هنا مع شقيقته بهية في أواخر أيامه، وهنا نجوى سالم معاهم، كان مصيب بالعمى لا حول الله. وهنا هو مش مصدق، اتفرج على التلفزيون يقول مين ده اللي بيظهر في التلفزيون. وأكدت ابنة شقيق الأسري أنه لم يتم تكريمه من الدولة، مفسرة ذلك بقولها: ربما لم يستطيع العثور على أحد من أسرته ليتسلم هذا التكريم. كانت آخر أفلامه فيلم سكر هانم عام 1960، وارتبط الأسري في أذهان المصريين بعبارات وإفيهات شهيرة نرددها حتى الآن، كان أبرزها: يا صفايح الستة السايحة، يا براميل القشطة النايحة، انتي ست، ده انتي 6 أشهر، كلمتي لا ممكن تنزل الأرض أبدا،
لا حول الله يا رب. قصة مليئة بالحزن، ربنا ما يوري حد في فيلم سكر هانم ومدام فتافيت السكر عبد المنعم إبراهيم. إذا عجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين قناتكم قناة أخبار النجوم. شكرا لكم.